غرفة للغضب بالعاصمة الأردنية عمان، والهدف هو التخلص من ضغوط الحياة اليومية. فهنا يقوم الموجودون بالتنفيس عن غضبهم وأحباطهم بتحطيم أشياء قديمة. هي باختصار مكان للتكسير وفشة الغل، مكان بيجون الناس لما يكونوا حابين هيك يعملوا اكسبيرينس جديدة. هاي الاكسبيرينس مبنية على انه بيدخل على غرفة فيها ايتمز، هاي الايتمز بيكسروها. طبعا الايتمز هاي مش شغالة، تمام؟ يعني احنا ما بنكسر اشي فعليا له قيمة، بس هو بيشعر بشعور التكسير الممتع اللي كلياتهم بيحبوه بدون الاثار السلبية زي الشعور بالندم لما يكسروا في البيت او في اي مكان ثاني. ويرتدي زوار الغرفة ملابس واقية وخوذا لحمايتهم، ثم يكتبون الأمور التي تضايقهم على لوح أسود لتصبح هذه الكلمات أهدافا يصبون عليها جم غضبهم. حبيت أعمل إشي جديد وأنه أغير وأطلع من الروتين، وأول ما سمعت عن الفكرة كانت فكرة غريبة، فحبيت أنه أجي وأجرب وأشوف إيش الإشي اللي عليه، يعني هالضجة كلها. فلما أجيت وجربت صراحة كان إشي كثير خرافي، يعني حسيت أنه في عندي طاقة زايدة، وهيك يعني كان نوع التنفيس عن الطاقة، وكل إشي جواتك هيك بتحسي أشياء غريبة كله بتطلعين هون. وأيضا هناك مساحة للتنفيس بين الأزواج، حيث يمكنهما دخول غرفتين يفصل بينهما نافذة زجاجية معززة بشبكة حديدية. غرف الغضب هذه افتتحت في كثير من دول العالم لتجذب الزوار الذين يرغبون في التخلص من غضب الحياة اليومية.